كل لما بيتعدد الوسطاء ما بين العرض والطلب، ما بين التاجر والمستهلك، بيرتفع سعر السلعة. لو قدرنا نقلل حاجة كده اسمها الحلقات الوسيطة، ممكن انت كمستهلك كمواطن تصل ليك السلعة بسعر معقول او بهامش مخفض. لو انت خدت مثال ان انت عندك سعر كيلو خضار في الغيط ب 2 جنيه، ممكن يوصل لك لحد باب تلاجتك او مطبخك يبقى ب 10 جنيه. شوف زاد قد ايه؟ الزيادة دي داخلة جيوب ناس كتيرة جدا. في سوق العبور التجار هناك عارضين مبادرة او فكرة عايزين نسمعها النهاردة ونحاول ان احنا نفعلها. لما قالها لي في التليفون المتحدث باسم تجار سوق العبور الاستاذ حاتم النجيب، قلت له والله فكرة حلوة، ما تجيش لنعرضها. وقلنا نجيب جمعية مواطنين ضد الغلاء المعنية بمحاربة الغلاء في مصر. في البداية هرحب بضيوفي الأعزاء، من على اليمين المتحدث باسم تجار سوق العبور الأستاذ حاتم النجيب أو التاجر حاتم النجيب. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، السادة المشاهدين. وأرحب بالضيف العزيز الأستاذ حسن هيكل، نائب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء والمحاسب القانوني. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية إيه فكرتك يا أستاذ حاتم؟ هو بداية طبعا الفترة الأخيرة طبعا الإصلاح الاقتصادي اللي قامت بالدولة سبب أعباء كتير على المواطن المصري، ومن أهمها السلع اليومية اللي ما فيش مواطن في مصر بيقدر يستغنى عنها زي الخضار والفاكهة. طبعا احنا ممكن نقول الدواجن، اللحوم، كل ما بحدش بيستغنى عن كل السلع الغذائية، ولكن الأهم ان الاحتياجات اليومية للمواطن هو الخضار والفاكهة. فيش بيت بيقدر يستغنى عن بطاطس، عن بصل، عن طماطم، عن اي منتجات يوميا لازم داخلة في كل اكلنا وشربنا. فاحنا قلنا ان احنا لابد ان يكون نقلل الحلقات الوسيطة دي ما بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة ثم المستهلك. اولا بتبقى في حلقات وسيطة كتيرة جدا، ارتفاع اسعار النقل، ارتفاع الانتاج، مستلزمات الانتاج، كل ده احنا قلنا هنقلله بحيث انه يبقى من الغيط للبيت على طول للمستهلك. هنقضي على حد؟ لا، مش هنقضي على حد. هنضر حد؟ مش هنضر حد. هنتهم حد ان هو محتجر او مستغل؟ لا، احنا هنعمل زياده تنافسيه. ايه هي الزياده التنافسيه دي؟ ان احنا بنقول هذه المبادره يقوم بها الشباب والمراه، لان ده الشيء المهم في الدوله وده عماد اي مشروع بيبقى على ارض الواقع تطبيقه. الشباب هو اللي بيقدر النهارده يشتغل ويسعى ان هو يوفر اليه محترمه داخل الاسواق. احنا قلنا انه يوفر الخضار والفاكهه مثلا، على سبيل المثال النهارده الطماطم داخل سوق العبور مثلا بجنيه ونص لغايه 2.5 جنيه، بتوصل للمستهلك باسعار متفاوته كبيره جدا. زي ما تفضلت قلت لغايه الثلاجه بتاعته تبقى ب 10 جنيه، لا احنا عايزين نقلل الحلقات الوسيطه دي. واحنا بنقول لتجار التجزئه اللي هم برضو الظهير بتاعنا، ما نقدرش نتهم حد لان كل واحد بيقدم خدمه. في تاجر تجزئه بيبيع خضار مجهز، بيبيع خضار، بيوصل طلبات لغايه المنازل، ده بيأدي خدمه بياخد ثمنها بالسعر اللي هو بيبيع بيه. لكن احنا بنقول المواطن نفسه الفقير اللي هو معدوم الدخل بيشعر ان في غلاء في الاسعار. احنا نقدر نقول ما فيش غلاء؟ لا، في غلاء في الاسعار. ولكن هل نقدر ان احنا نعمل اتزان داخل الاسواق؟ نعم، نقدر نعمل اتزان داخل الاسواق. طب لو في شاب سمعنا هيجي لك سوق العبور ويقول لك اديني خضار وفاكهه؟ لا، احنا سوق العبور هندي الشباب دول اللي هم هيبقوا تحت مظله الدوله. يعني احنا بنقول هؤلاء الشباب وفروا لهم منافس، وفروا لهم اماكن داخل القاهره الكبرى بحيث انه يبقى فيه فعلا هوامش ربح عادلة وليس جائرة للمواطن، يحس المواطن من خلالها ان في فرق بين والشاب يكسب، والشاب نفسه يكسب، ونخلق فرص عمل ونؤدي الى انخفاض الاسعار وعدم الاحتكار وعدم الاستغلال. الحكومة طرف ليه؟ الحكومة طرف لان هي المحافظات والمحليات والسادة المحافظين والسادة نواب المحافظ. اولا احنا يعني احنا في تعاون مستمر مع القيادات السياسية زي نواب المحافظ، زي برضو اللواء انور سعيد مباحث التموين، زي النهاردة وزير الداخلية لما عمل مبادرة كلنا واحد. المبادرة دي جميلة جدا، السلسلة التجارية الكبيرة، لكن هل الأحياء الشعبية اللي هي البسيطة زي شبرا، روض الفرج، الساحل الشرقي، هل السلاسل الكبيرة دي لها فروع داخل الأماكن دي؟ الإجابة لا. صح كده؟ يبقى احنا عايزين نوفر الشباب دول يتفضلوا ياخدوا من المعروض من داخل السوق، هوامش ربح تكون عادلة وليس جائرة، نعمل اتزان داخل الأسواق، ما نسمحش لحد يحتكر سلعة، نفس الوقت احنا بنحافظ على تاجر التجزئة اللي هو بيتقال عليه محتاج، لا انت خلاص انت عايز تبيع بتقدم خدمة توصيل منازل خضار مجهز، انت حر انت براحتك. لكن احنا عايزين نوصل للمواطن الفقير اللي هو معدوم الدخل ومحدود الدخل. ليه؟ لان هو ده اللي يعنينا دلوقتي. لابد يكون لدينا قدرة حقيقية، يبقى فيه تكافل
نبقى مع بعض. الدولة الآن تحتاج كل العقل يتكلم بالمنطق، يتكلم بشكل محترم. لابد السادة المسؤولون يسمعوا هذا الكلام ويستجيبوا لهذه المبادرات. أولا كل إنسان بيعمل مبادرة أو كل وزارة بتعمل مبادرة على عيننا وعلى راسنا، احنا بنشارك. يعني أهل رمضان احنا كنا مع في وزارة التموين وكنا مشاركين، رمضان كريم لغرفة القراءة كنا مشاركين، كل المبادرات دي. ولكن لابد في حوار مجتمعي يدعى فيه أصحاب التخصص، لاني يعني انا متاسف مع كامل احترامي وتقديري للجميع، لو احنا ما جبناش المتخصصين من كل مهنه ومن كل من كل يعني على حسب في كل المجالات، احنا مش هنتقدم. لابد خلينا نسمع وجهه نظر جمعيه معنيه بالغلاء في مصر، جمعيه مواطنين ضد الغلاء. استاذ حسن، من وجهه نظرك لماذا ارتفعت الاسعار في مصر او ما يسمى بالغلاء؟ طبعا ليه اسباب متعدده واسباب كثيره، اسباب اقتصاديه واسباب اجتماعيه. أسباب اقتصادية بترجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار، ومعروف أن مستلزمات الإنتاج الكثير منها يتم استيراده، وبالتالي ارتفع الجنيه. كان بيجيب عدد من الوحدات أنت بتستهلكها، أصبح الجنيه بيجيب وحدات أقل، وبالتالي حس المواطن بالغلاء. ده من الناحية الاقتصادية البحتة. أما من الناحية الاجتماعية فإحنا عندنا احتكارات وما زالت موجودة، في عندنا تعدد للوسطاء وفيما يتعلق بانتقال السلعة من المنتج إلى المستهلك. نسينا التعاونيات اللي احنا كنا رواد فيها زمان علشان نقضي على الوسطاء من 1908. أول تعاونية مصرية عرفتها مصر 1908 كان بيشرف عليها محمد فريد باشا بتاع الحزب الوطني القديم. فبنتكلم على مصر اللي كانت رائدة في التعاونيات لمنع تعدد الحلقات الوسيطة اللي اتكلمت عليها في أول البرنامج. إن تعدد الحلقات الوسيطة بيعني زيادة الأسعار، لأن كل واحد بيحط هامش الربح بيضيفه. طب إحنا ما عندناش ده، عندنا سوق عشوائي. السوق العشوائي دوت غير منظم. قلنا هتعمل بورصات سلعية، ما اتعملتش بورصات سلعية. قلنا هتتعمل محطات للتداول ويتم من خلالها تجميع مراكز الانتاج او او او, أو نقاط الانتاج المتعددة عند الفلاحين، تقدر تجمع الخضار والفاكهة في محطات ومن محطات تنقلها بوسائل نقل رخيصة زي السكك الحديدية او النقل النهري. كل ده ما حصلش، وبالتالي انت بتعمل ضغط على الطرق، بتعمل ضغط على المواصلات، على السولار باسعار نقل عالية، وده كلام يؤدي الى زيادة الاسعار. الرقابة على الأسواق ذات نفسها ما زالت رقابة ضعيفة، وإحنا بنقول إحنا عرض وطلب، بس عرض وطلب في ظل عدم وجود شفافية وعدم وجود بورصات سلعية زي ما بنقول، وعدم وجود تنافس حقيقي ما بين المنتجين وبعضهم البعض ومن بين العارضين وبعضهم البعض. كل ده بيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. إحنا عندنا شفنا لما غابت الجمعيات الاستهلاكية وبدأت الجمعيات، بس الجمعيات موجودة، لا غابت الجمعيات الاستهلاكية من حيث العدد ومن حيث التحديث والتطوير. إحنا الجمعيات زمان دي كانت حاجة اسمها سلاسل ذات فروع، كانت في الستينات. السلاسل ذات الفروع دي كانت بتقابل مين؟ كانت بتقابل الخضري اللي في السوق اللي عامل نصبة كده وبتاع، حاجة تروح الجمعية الاستهلاكية حاجة محترمة جدا. كانت تقابل البقال اللي كان قاعد واقف في منفذ لما حصلت المولات وحصلت السوبر ماركت الكبيرة، ما تطورتش معاها المجمعات الاستهلاكية، فنتج عندها انصراف. أولا في الحجم أقل، هي ما زالت أقل مع الزيادة السكانية. هنتكلم على 4000 مثلا و 4200 مجمع استهلاكي في وقت كانوا دول تقريبا هم برضو على 40 مليون ولا 30 مليون. النهارده احنا 95 مليون، فبقى حجم تأثيرها في السوق ضعف، حجم حصتها السوقية ضعفت، وبالتالي ما بقتش موجودة في كل مكان وما بقتش مؤثرة بالحجم. طب عندنا نموذج نجح في أكتوبر وعملاه اللي هو مجمع هايبر كده حاجة محترمة في أكتوبر، طب اعمل زيه عممه. وعندنا التجارة الداخلية، في عندنا هيئة بتوزع أراضي التجارة الداخلية. طب الأراضي اللي بتتعمل فيها المولات تبع وزارة التموين، طب إذا كنت أنت اللي بتوزعيها ما تعملي لنفسك، ما تاخدي من الحب جانب، خدي من الحب ان يبقى لك من الحصه اللي عماله تفرقيها. كحكه الاراضي بتاعه دي اللي انت بتوزعيها عشان انشاء المولات وانشاء المراكز اللوجستيه زي ما بيسموها، لحد النهارده من ساعه ما اتعمل هذا الجهاز 3 بيعات، 3 فقط اللي هم عملوهم لحد النهارده من يوم ما انشئ في 2008.
من 2008 لحد النهارده حجم استثمارات لا تتعدى 10 مليار من بيع الاراضي طب احمل لنفسك برضو، يعني انت بعت او بتسلم او بتعمل او عايز تطور، حط المستهلكين لان هو دي رمانه الميزان اللي بتحكم، يعني مش بس ضمير التاجر. كل دي اسباب بتؤدي الى ارتفاع الاسعار، وادت الى ارتفاع الاسعار اذا ما كناش هنواجهها بشكل علمي ومدروس. نقول يا والله احنا وزاره الري هتعمل لنا كم محطه وهتطور، احنا كان عندنا حاجه اسمها اثر النبي والساحل. اثر النبي والساحل دول كانوا مينائين نهريين، كان النقل النهري بيجي من الصعيد يروح اثر النبي ورود الفرج، ما هو رود الساحل الفرق. الساحل يا فندم الساحل ساحل رود الفرج كان يجي على فين؟ على الوجه البحري على رود الفرج. طب النهار ادي النقل، عشان كده كان نقل ببلاش، كانت الرياح والمركب بتشتغل بالقلع بتاع المركب مش كده، بيتوجه بالرياح ودنيا حاجه ببلاش بلاش، ادي النقل. النهارده انت بتتكلم انك بتنقل بالسولار، طب يجي بقى اخواننا بتوع وزاره النقل او وزاره النقل النهري ويقولوا لنا هتعملوا لنا كم محطه نهريه وهتتعمل كام صندل علشان ينقل، وبشكل عملي اخواننا بتوع السكه الحديد المرفق الخسران التعبان اللي كل شويه يقولوا ما فيش موارد، يقولوا لنا في كام قطر بضاعه زي زمان هيرجع، قطر بضاعه في مواعيد محدده زي الساعه تتظبط عليها وفيها ثلاجات وفيها برادات وفيها عصريه، اذا كنا بنتكلم على ناس عايزه تعمل تحديث وعايزه تواجه بشكل بحق وحقيقي مشكله الغلاء، تقول لي قطر البضاعه، ما هو تكلفه النقل بقطر البضاعه ارخص كتير من كل واحد يروح يجيب العربيه بتاعته عشان ينقل محصوله زي ما قلت لك يطلع على الطريق الزراعي ويدفع سولار ويدفع اجره نقل واجره، موضوع مختلف. اذا احنا لو كنا بنواجه بشكل حقيقي، ها وزاره مين اللي تابع البرنامج ده ومين اللي يقوله؟ ما هي لازم تبقى الحكومه فيها وحدة متخصصة أو فيها الوزارة المتخصصة وتتحاسب على ده، أنت قلتي ووعدتي ونفذتي ولا لأ؟ طيب نيجي نخش في اللي بعده، أخواننا بتوع الـ 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 اللي هيشوفوا الكيماويات وهيشوفوا السلالات الخاصة بالمنتج، زمان كنا بنشتري الطماطم كانت تبقى مفعصة، أخواننا بتوع وإحنا صغيرين كده شباب كانت دايما الطماطم مفعصة. لما كبرنا اتحسنت السلاله اكتر من النقل، خلي بالك لما اتحسنت السلاله شويه بقت تتحمل التعبئه والتغليف. طيب النهارده مين بيحسن الانتاجيه؟ مين بيحسن السلاله؟ الارشاد الزراعي راح فين؟ هو ده اللي احنا بنقوله يا فندم، لازم يبقى في ارشاد زراعي علشان نقدر نحسن. كلام جميل جدا وكلام واضح، ويزيد الانتاجيه فتنخفض الاسعار. مع كامل احترام وتقدير لسعادتك اللي انت قلته، انا بقيت كلامك في الجزء الاخير خالص، انت اتكلمت كلام ممتاز فوق الرائع. انا عدت لقاءات انا قلت لابد ان يكون هذه المشكله ندور على حلولها من البدايه. البدايه فين؟ عند الفلاح. من هو الفلاح؟ العمود الفقري للشعب المصري. انا بعدد هذا الكلام عده مرات وبقول لسيادتك لولا تدخل الدولة في الصوب الزراعية اللي أوجدتها الخدمة الوطنية للقوات المسلحة احنا كنا انتهينا. انا بقول سعادتك الفلاح مهضوم، لاني اشرح للناس الزيادة، انت عارف 100,000 صوبة يعني معناهم ايه؟ معناهم ايه يا فندم؟ يعني انتاج 3 أضعاف الإنتاج الموجود حالي في مصر. يعني أنت النهاردة أنت داخل في سوق كويس وهنشتغل وهيبقى فيه إنتاج، ولكن الفلاح لابد أن احنا ما يتركش الفلاح، لابد يبقى فيه ثقافة زراعية، لابد يبقى فيه تعاون زراعي، لابد يبقى الزراعة دي لابد يبقى ربط ما بين الاستهلاك والإنتاج. يعني أنا بستهلك قد إيه وبنتج قد ايه؟ لابد احنا كل الناس بتزرع عشوائي، احنا ارتفاع الاسعار ده سببه ايه؟ عدم الثقافه الزراعيه. النهارده احنا عندنا الطماطم رخيصه، السنه الجايه واخد بال سعادتك ممكن ناس تعزف عن زراعه الطماطم والطماطم تغلى. السنه اللي فاتت كانت البطاطس رخيصه، السنه دي البطاطس غليت ليه؟ انا قلت الكلام ده عده مرات لعدم الثقافه الزراعيه. لا احنا طلبنا نقابل السيد وزير الزراعه عشان خاطر صغار الفلاحين صغار المنتجين، يعني لسه قاعدين في تواصل ان شاء الله خير يعني. ولكن احنا بنقول ايه يا دكتور؟ بنقول تفضلت سيادتك قلت النقل، النقل اللي انت بتتكلم عليه ده هدي ثقافه لابد انها تتغير، ثقافه النقل وثقافه ان احنا نشتغل ويبقى في فعلا السكك الحديديه والنقل عن طريق الاوتوبيس النهر او المراكب اللي انت لكن الكلام ده يا فندم الكلام ده دلوقتي على ارض الواقع احنا عايزين نحل. المواطن مش هيستنى الكلام ده، يستنى الكلام ده وان شاء الله باذن الله احنا الدوله بتقول
إصلاح اقتصادي، وده دواء مر لابد منه، ولكن إحنا هل نقف؟ لابد زي ما يكون في إصلاح اقتصادي يبقى إصلاح مجتمعي، يبقى كل الدور الواجب دلوقتي منظمات المجتمع المدني تقوم بدورها مع الدولة. ولكن إحنا بنقول إيه؟ عايزينكم تخفضوا الأسعار. ما هي ما أملكش أنا يا فندم، مع كامل احترام وتقدير لسعادتك، ما هو لازم يا أخي العزيز يا دكتور عشان السادة المشاهدين يعوا هذا الكلام، مع كامل احترام وتقدير لسعادتك، إحنا يا أخي العزيز بنساهم باللي إحنا نملكه، ولكن هل زرع الفلاح ده اللي احنا بنسوقه للمنتج الزراعي وبناخد نسبة عمولة؟ انا ما بملكش زرع. قلنا هذا الكلام عدة مرات، وانا قلت في مداخلات كتيرة وقلت في برامج كتيرة، تجار سوق العبور وتجار سوق اكتوبر المراقبين من الدولة، ولا اي تاجر جملة بيتاجر نفس التجارة بتاعتنا داخل مصر ما بيبيعش غير بالعمولة، لا يملك ان هو يبيع. يعني ما فيش حد بيشتري جناين؟ اللي بيشتري جناين ده على آليات السوق المفتوح العرض والطلب. طب ما بيشتري جناين برضه يا اخي العزيز، هو بيشتري الجنينة. بيخش يشتري ده، بيخش يشتري الجنينة يا فندم. يا فندم بيشتري الجنينة على بعضه اللي مع كامل احترام وتقدير. افرض اشترى والعرض والطلب كان ارخص من اللي هو ارخص من التقدير اللي هو قدره، مين اللي هيتحمل المسؤوليه؟ يتحمل المسؤوليه انت. ايوه، يتحمل المسؤوليه هو بس التاجر ده. على لكن انا بتكلم كتجارتي انا بس. يا اخي العزيز، انت مش بتشتغل عموله بس، مع كامل احترام وتقدير يا فندم. يا فندم شراء ده في بعض محاصيل هي المانجا بس فقط لا غير، لكن كل المحاصيل احنا انا تاجر خضار تخصصي خضار، ولكن انا باكد لحضرتك النهارده 90% من تجارة الجملة داخل جمهورية مصر العربية في الخضار والفاكهة هي لحساب الفلاح المنتج الزراعي وليس لحساب التجار. أنا بس لازم أطلع فاصل. بس أستاذ حسن، شايف أنه تجار أسواق الجملة عندهم صلاحية لتخفيض السعر؟ الجميع لازم يشيل. يعني احنا بنقول أن تاجر التجزئة لازم يشيل، أنه يخفض نسبة هامش ربحه قليلا أو كثيرا. يعني المهم الأجانب علمونا حاجة بس احنا مش عايزين نتعلمها قبل، اللي هي الاجانب علمونا بيع كتير واكسب قليل تكسب كتير. يا اخي العزيز هو ده الكلام اللي بيقوله، بيع كتير واكسب قليل تكسب كتير. هنا بقى احنا اتعلمنا مشكلتنا هو ده، هو ده ان احنا عاوزين نبيع قليل ونكسب كتير. امال احنا جايين ليه؟ احنا جايين عشان نبيع كتير ونكسب قليل ونوفر فرص عمل. مبادرة حاتم النجيب مع حفظ الالقاب هي معتمده على فكره افتح منافذ للشباب. نفتح منافذ، ننسقها ازاي؟ نعرف بعد الفاصل التنسيق. فاصل قصير وعود للضيوف الأعزاء. بجدد التحية لحضراتكم. قبل الفاصل ضيف العزيز متحدث باسم تجار سوق العبور الأستاذ حاتم النجيب كان عارض مبادرة، فكرة ان احنا نقلل عدد الوسطاء ونفتح نافذة لشبابنا انهم يبقى لهم منفذ بيع داخل القاهرة الكبرى، ويعدوا على سوق العبور ياخدوا خضار وفاكهة باسعار معقولة جدا ويبيعوا مباشرة للمستهلك. هسأل ضيفي بقى واقول له طيب آلية التنفيذ، لو في شباب قاعدين دلوقتي معجبين بالفكرة بيقولك يا ريت يا اخويا يعملوا ايه؟ هنطلق الابواب على السادة المسؤولين ان في شباب وهم موجودين، في ناس عايزة تشتغل، في ناس حقيقية على ارض الواقع. الكلام ده ندى بيه القيادة السياسية، بتقول الشباب والمرأة، الشباب اهو احنا عايزين نخلق فرص عمل، عايزين نجدد روح متجددة من انتماء الوطني من خلال الشباب دول. احنا زي ما تفضلت ايه الالية، احنا اولا عندنا محافظة القاهرة، محافظة القليوبية، محافظة الجيزة. لابد ان المبادرة دي نرجع بيها للسادة المسؤولين. احنا قلنا الكلام ده عدة مرات، احنا تحت امر اي حد يخفف بعض المعاناة عن المواطن احنا طوعية معاه. سوق العبور وتجاره ليس محتكرين وليس يستغلوا اي سلعة، انهم لن يملكوا سلعة. انا بعدد هذا الكلام عدة مرات، ولكن اللي احنا بنقوله الالية احنا تحت مظلة الدولة بناء عن الدراسة كاملة عملتها الدكتورة بشرى عصام. احنا على استعداد كامل هذه الدراسة نطلع بيها للسادة المسؤولون. اتفضلوا زي ما احنا زي مين؟ زي المسؤولين المتخصصين زي مين؟ ما احنا عندنا اصل محافظة القاهرة المحليات، احنا مشكلتنا كلها مع المحليات. فاحنا يعني محافظ القاهره هو اللي يتبنى المبادره دي، محافظ القاهره، محافظ القليوبيه، محافظ الجيزه، زي ما احنا كده نماذج زي شارع مصر، زي العربات اللي هي بتسلمها وزاره التموين، زي كل ده. اولا احنا قلنا برضو لابد يكون وزاره التموين ممثله في النيل والاهرام، لابد تضخ كميات من الخضار والفاكهه عشان تعمل اتزان حقيقي. انا قلت الكلام ده عده مرات يا فندم، هم عندهم مبنى لوجيستي داخل سوق المبنى الفرز والتوزيع اللي جنب النيل والاهرام. احنا قلنا افتحوا المنفذ، هم فعلا فتحوه داخل السوق باسعار مخفضه بحيث ان يبقى المواطن يستهدف سوق العبور بدل ما هو تجارة الجملة يبقى داخل السوق برضو شكل من القطاع ان هو ياخد منه من النيل او من الاهرام. خليني اخد تعليق نائب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الاستاذ حسن هيكل. المبادرة كويسة،
المبادرة كويسة، هي طبعا مش الأولى، قبلها في العديد من المبادرات، منها آخرها كلنا واحد لوزارة الداخلية ذات نفسها. قبلها مبادرات أهلا رمضان. مبادرات أهلا رمضان لما كانت بتتعمل، كانت بتتعمل في عواصم المحافظات، وكانت بتتعمل مجموعة كبيرة من العارضين بيشتركوا، بيحاولوا إن هم يعرضوا بأسعار أقل من 25% ل 30% عن الأسعار الناتجة عن عدم تعدد الوسطاء. طب النهارده عشان نفعل هذه المبادره، نقول بقى بشكل عملي. نعم. بشكل عملي، اولا احنا مطلوب من المحليات او من المحافظه انها تحدد اماكن في المناطق الاكثر احتياجا، عليه انه يتحدد فراغات، وهذه الفراغات يقول ان احنا مستعدين ان يتم العرض فيها. كان زمان في عندنا حاجه اسمها الامن الغذائي، كانت فيه بتتعمل بيها اكشاك، كان بيعملها عثمان احمد عثمان كان يعرض منتجات الصلحيه لما نعم. ومش عارف منتجات الايه، الامن الغذائي، لو الناس وزاره الزراعه بتدخل بهذا العمل الكبار شويه، كان حجم الاكشاك منتشره بشكل ضخم في معظم الاحياء وفي معظم يعني كل محافظه ومراكزها ومدنها كانت موجوده اكشاك الامن الغذائي، ومن هنا كانت بتعرض خضار وفاكهه طازه ويقول لك دي منتجات الصلحيه، دي منتجات مش عارف مزارع ايه وهكذا. النهارده احنا عاوزين نعمل يديني فراغ، الفراغ ده بالتعاون مع اخواننا في سوق العبور ومع المجتمع المدني احنا نقدر نعمل شكل وتصميم لكشك عصري شكله كويس، موجود يا فندم في عمليه تهويه وجيدة وبعرض جيد، بس نبقى متفقين على أسعار علشان برضو الموضوع ما يبقاش ان احنا بنروج لمنتجات، هذه المنتجات لصالح فئة معينة، لا احنا بنقول لصالح المواطن، لصالح المواطن احنا بنبقى متفقين على هامش ربح لا يتجاوز 10%. يا اخي العزيز واخد بالك قدام لا يتجاوز، مع كامل الدعم، معذرة يا دكتور لو سمحت، بس معذرة بس ما اصل النقطة دي انت مع كامل احترام المدرس، النقطة دي النقطة دي بس أساسية. أنا أعلنت منذ سنوات أن هامش الربح الذي يأتي به الشباب أو يتخذوه الشباب هؤلاء، وهم مين الشباب دول اللي هم هيجوا للدولة، هيجوا للمواطن 10% زائد 10% مصاريف الشحن والنقل. طيب أنا سعر السوق أساسا انا عندي تحفظ عليه في كثير من المنتجات، يعني هو انت النهارده مثلا في حاله بنقول في سلعه مثلا بجنيه ونص وخلاص بتترمي، وساعات الفلاح ممكن يسيبها في الارض وما يحصدهاش علشان خاطر تكلفه الحصاد والنقل نعم. اغلى من السعر اللي هيبيع فيه فبيخسر، احيانا بيحصل هذا الكلام وبنشوفه. فما جيش بقى في التوقيت دوت واقول والله انا عامل مبادره، لا احنا بنتكلم بشكل عام كحل عام، بقول لاخواننا التجار من فضلكم لازم هامش ربحكم على طول السنه على المدى الطويل يبقى هامش ربح معقول عشان تبيع اكتر. معقول قد ايه؟ كام في المية؟ بص حضرتك العالم هنشوف حوالينا، طب نشوف سوريا عملت ايه ونشوف الامارات عملت ايه. سوريا كدوله يعني مستوى المعيشه فيها مش عالي، والامارات كدوله مستوى سوريا بتمر بظروف صعبه، في ظروفها الصعبه عملت ايه؟ سوريا قالت 10% للجمله والمستورد والمنتج، يعني هي ادت تاجر الجمله والمستورد والمنتج 10% و15% لتاجر التجزئه في عمليه الايه، في عمليه محاربه ارتفاع الاسعار في ظل الظروف اللي بتعاني فيها. قالت احنا هنعمل 10 وهنعمل 15. الامارات عملت ايه؟ الامارات قالت احنا هنتفق مع السلاسل زي سوق العبور ومع السلاسل التجاريه الكبيره، وخلي بالك الامارات فيها جمعيه تعاونيه، جمعيه ابو ظبي التعاونيه، رغم انها من اغنى دول العالم لكن بتحرص على وجود التعاونيات، وانا بناشد المسؤولين في مصر التعاونيات لابد ان تعود للسلع الاساسيه، لان التعاونيات هي الامبريلا اللي احنا نقدر كلنا نبقى تحتيها، وكلنا نبقى منافذ وزاره الزراعه، على منافذ مواطنون ضد الغلاء، على المنافذ اللي عايزه تتعمل، على منافذ جمعيات كثيره موجوده، لو ضمناها مع بعض في ضمناها مع بعضها في تعاونيه واحده الناس هتشوف اثر مباشر. الامارات عملت ايه؟ اثر مباشر. نشوف الامارات عملت، اتفقت على 7500 سلعه لمده 51 يوم يتم تخفيض اسعارها، يتم تخفيض اسعارها عباره عن 3000 صنف تعرض في الجمعيات التعاونيه و2000 صنف تعرض في عدد من مش عايز اقول اسامي يعني اللي هي السلاسل المتاجر الكبرى، وبكده قدرت انها تحد من انخفاض اسعار يشوفوا، او تعمل تحد من ارتفاع اسعار ويشوفوا المستهلك رؤى العين، قال له 51 يوم بص السلعه ممكن هتعمل تعمل ما نعملوش ليه؟ هو محدد السلع
وحددها وقال له تعالى شوف سعرها النهارده وشوفه لمده 51 يوم مخفض. سوق العبور ينفع كتجار على المستوى العام ليكوا هامش ربح محدد؟ هامش الربح لسوق العبور بتبدا من 5% ل 8. احنا ما بنبيعش لحسابنا الخاص، احنا بنسوق المنتج للمنتج الزراعي اللي هو الفلاح. ليس اي تاجر داخل سوق العبور يمتلك سلعه يبيعها لحسابه الخاص. يبقى التاجر اللي هو صاحب الغيط ده هو بيبيع بالكوميسيون بالعموله، ولا الخضار بيجي لسوق العبور بيسوق داخل سوق العبور لحساب المنتج الزراعي. احنا عايزين نحل المشكله. اخي العزيز تفضل وقال كلمه، هوامش الربح. هوامش الربح اللي احنا قلنا عليها، الشباب اللي هيجوا عشان تبقى هوامش ربح عادله ونوفر فعلا حلقات التداول الكتيره ونقضي على الاحتكار او ارتفاع الاسعار او الاستغلال من بعض التجار هم ضميرهم خاربه. ما احنا في عندنا تجار كتار جدا كويسين، احنا عندنا سلاسل تجاريه كتيره جدا بتبيع وبتعمل عرض في الاسعار. ايه عوائق تنفيذ فكرتك؟ هو العوائق هي بس المحليات، وان احنا لابد يكون لدينا الشباب موجودون على ارض الواقع. احنا قلنا عده مرات، قلنا يا لو سمحتم اشقائنا السوريين لما جم الى ارض مصر نجحوا ليه؟ عشان عندهم يقين. نتمنى من الشباب والمراه ان هم ياتوا ويجلسوا معانا تحت مظله الدوله. احنا ما نقدرش نعمل حاجه، احنا مين؟ احنا تحت مظله الدوله، محافظة القاهرة، محافظة الأليوبية، محافظة الجيزة، المنافذ اللي توفرها الدولة. احنا علينا مباشرة ندي هؤلاء الشباب بدون أي عوائق، وهنديهم كمان بالأجل زي تجار التجزئة، عشان أخي العزيز يطمئن أن سوق العبور أو التجار بيسعوا لإيه المبادرات دي. احنا عارفين أن عدة مبادرات، طب ما هي كلنا واحد، ما احنا مشاركين فيها. أهلا رمضان، ما احنا يا فندم مشاركين فيها. الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللي لها منه كل احترام وتقدير، بياخدوا من داخل سوق العبور. مفتاح تنفيذ أمان بياخدوا من داخل سوق العبور. حاضر أستاذ. مفتاح تنفيذ الفكرة أولا أن يشعر الجميع بأن عليهم مسؤولية في تحمل أعباء التخفيضات من أول التاجر إلى آخر حلقة التداول اللي هي صاحب المنفذ اللي بيشتري منه المستهلك. ما ينفعش أن واحد يكسب والآخرين ما يكسبوش، أو ما ينفعش إن واحد يكسب مكسب كبير والآخرين يكسبوا مكسب قليل، وهكذا. إحنا بنقول لازم يبقى في عدالة في توزيع الرغيف. هو رغيف كله لازم يأكل منه علشان نقدر إن إحنا نسيطر. المشكلة الحقيقية إن إحنا يعني مش عايز أقول، يعني أنا مش موافق طبعا، وما زلت بكرر إن فكرة إن إحنا سوق العبور ده عبارة عن قمصيونجية بيبيعوا لحساب الغير وخلاص وشكرا. الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده سوق العبور فيه تجار بتشتري زي ما انا قلت، بتشتري مزارع وفي ناس بتنزل تشتري. الفلاحين مش واقفين بره كل واحد عامل ايده كده، التجار اخر النهار بياخدوا حصيله البيع، ما بنشوفهمش واقفين يعني. ما كل واحد اللي عنده 5 فدادين ولا اللي عنده 3 فدادين ولا عنده فدادين، اللي جايب عربيه وكله واقف ياخد الحساب بتاعه. كلام يعني مش منطقي. هو نازل كل واحد دقيقه. كلمه اخيره، زياده الانتاج، رفع معدلاته، رفع المعوقات عن الفلاح المصري. لابد زياده الانتاج، العمل الحقيقة على أرض الواقع ومش الكلام. مواطنين ضد الغلاء، احنا أعلنت قبل كده مع رئيس الجمعية ان احنا على استعداد نحط خضار وفاكهة داخل المجمعات بتاعتهم او السلاسل او المنافذ اللي موجودة في جامعة القاهرة. محدش استجاب إلينا. احنا بنعلن دلوقتي احنا على استعداد مع حضرتك الصبح امبارح مش دلوقتي، الخضار يبقى عندك وبيعه للناس بسعر الجملة وهامش ربح اللي تفضلت والتزمت بيه قدام السادة المشاهدين. كلمة أخيرة. احنا بنقول للمشاهدين طبعا احنا سبب الموضوع عدم ان احنا ما خدناش منهم خضار وحطيناه، ان كانت المنافذ بتاعتنا دي منافذ لحوم، ما ينفعش احط مع اللحوم خضار اسبب ضرر صحي للمواطن، فلازم ان يبقى في مسافة ما بينها وما بين اللحوم علشان نقدر نعرض الخضار من الناحية الصحية. فاحنا هنعمل، احنا مستعدين كمجتمع مدني، وان احنا نحط ايدينا في ايدين التجار الشرفاء ونحط ايدينا في ايدين المنتجين من اجل الوصول السلعه الى المستهلك باسعار مناسبه، لان الناس تعبت قوي قوي والناس انت قوي. الناس مش يعني لا تتحمل، مش هقول يعني، مش عايز اقول في الختام جشع تجار، لكن اقول لا تتحمل ارتفاع اسعار اكتر من هذا. سبق الفكره موجوده، نتمنى من الساده المسؤولين زي العاملين في المحليات، رؤساء وحدات محلية، السادة المحافظين، تلقف هذه الفكرة والعمل على يوفروا لنا منافذ، يوفروا منافذ واحنا الكلام اللي احنا قلناه هو يوفر منافذ. وفي نهاية اللقاء بشكر ضيوفي الأعزاء
المتحدث باسم تجار سوق العبور الاستاذ حاتم النجيب. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا استاذ محمد. شكرا الاستاذ حسن هيكل نائب رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. حلقتي انتهت معاكم، بكره حلقه جديده ان شاء الله من مصر افندي، استنونا الساعه 10 بالليل. سلام عليكم.